على كل حال الكفار أربعة أنواع. المنافق وهو شر الكفار كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، شر الكفار المنافق. ثم يأتي بعده المرتد، يعني أحسن حالا من المنافق ولكنه شر من الذي بعده. ثم يأتي بعد المرتد الوثني، الكافر الوثني كالمجوسي والهندوسي والبوذي وعبدة الأصنام بشكل عام وعبدة الكواكب وعبدة النار وعبدة الأشجار والأحجار والدواب وغير ذلك، عبدة الشيطان، الوثنيون بشكل عام وكل من عبد غير الله جل وعلا. ثم أحسن منهم حالا وهو أيضا كافر وهم الكتابيون وهم اليهود والنصارى. فهذه درجات، دركات الكفار، هذه دركات الكفار. اليهود والنصارى شر منهم الكافر الوثني من عبدة الأصنام وغيرهم، ثم يأتي شر منهم المرتد، ثم يأتي شر من المرتد وهم المنافقون.